السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاع الجلفة لنقف على الأشغال نتاع المستشفى تاع مكافحة السرطان بمدينة الجلفة. إذن واللي الأشغال مثل حسب الصور اللي عندنا تقريبا انتهت كلها، ما بقات إلا ندخلوا في المرحلة تاع التجهيز نتاع هذا المستشفى، واللي من أمانينا كل أمانينا أنه هذا المستشفى يبدأ في التشغيل، يعني في الأقرب الآجال إن شاء الله كل هذه المستشفيات يعني البرنامج هذا يكتمل ويتم إنشاء المستشفيات في الولايات اللي مازال ما لم يتم إنشاء هذه المستشفيات. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.